فيها مشاكل يعني. تعالوا نبدأ بمشاكل صناعة الخشب. طيب خلونا نشوف صناعة النحل ومنتجاته في القليوبية. يعني خلينا هنا واحنا بنشوف في قطاعات معينة لازم نهتم بيها اهتماما كبيرا، زي ما هنشوف في دمياط بعد قليل. يعني لما يبقى في محافظات مشهورة بالإنتاج في أماكن، في سلع بعينها وصناعات بعينها، لابد أن نهتم بيها. هنشوف صناعة العسل في القليوبية. صناعة عسل النحل ومشتقاته مصدر واسع للدخل القومي بمصر منذ القدم. أهمية العسل نفسه في شفاء للناس، مش أنا اللي بنقول كده، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده. القليوبية وحدها بها ما يقرب من 3000 أسرة تعتمد على هذه الصناعة، لكنها كغيرها تعاني من مشكلات عدة تهددها بالانقراض. المناحل بتنتهي، أنا كان عندي مثلا أكثر من 300 خلية، أصبح النهارده حوالي 100. الخسائر وصلت عندنا حوالي 90% الفترة اللي فاتت دي. ارتفاع أسعار الخشب أصبح تكلفة إنتاج منتجات النحل بقت عالية. مشاكل النحل أولاً ظروف بيئية، ظروف جوية، مناخ، آفات، أمراض. النحل بيستهلك حوالي 22 كيلو سكر في السنة، كيلو ب 10 جنيه 22 جنيه. وفي نفس الوقت العسل المغشوش اللي بيبقى موجود في السوق سعره بيأثر على الإنتاج اللي عندنا. تكلفة العسل عندنا دلوقتي وصل حوالي 70 جنيه كيلو على النحل أو 80 جنيه. تيجي تبيع للمستهلك، المستهلك بيستغلها، بيروح يشتري من العسل المغشوش. في ناس كتير بتضرب العسل لان هم بيعملوا الموضوع على الشكل من الخارج من بره، ان ده شكله عسل وده شكله عسل. بيبيعوه ب 40 جنيه وب 30 جنيه، فده بيخسرنا خسائر كتير. في حاجات تانية في تكلفه، في امراض وفي اشراف وحاجات كده، يعني ممكن الخليه تصرف لها في السنه 1000 جنيه. اذا فقد صارت الصناعه بحاجه ماسه الى دعم حكومي ومؤسسي يقيها شر الانقراض. الحل ان الجهود كلها تكتمل مع بعضها، فريق العمل، روح فريق العمل. هتقدر الدولة مع المربي مع المحترف انه يقدر يعملوا كلهم مؤسسة واحدة او جمعيات وجامعات اهلية، ويبقى الدولة بتساعدهم بناحية اقتصادية، السكر بيساعدوه، المبيدات، نقلل المبيدات. يتوفر السكر، يوفر دعم، اوفر ملكات، اوفر تدريب، اوفر تسويق داخل وخارج عشان يقدر اقدر اتحكم في السوق. عاوزين دعم لنا او جمعيه تدعمنا او جهه مختصه، جهه الزراعه او خلافها تساعدنا.